أحزانهم وأشواقهم وأغاني الفقد التي تشيع أعيادهم، أعيادهم المنقوصة والمختطفة في سجون الميليشيا، أسر المختطفين، أسر غير مكتملة، فثمة من يقف خلف قضبان. أهلا بكم. زوجات وأمهات أبناء المختطفين ممن سحقهم الغياب، تقول إحداهن بحرقة: إن الاختطاف أشد وحشة من الموت. فالاختطاف هو موت يومي ليس للمختطف وحسب، بل ولأمه وأبيه وشقيقاته وأطفاله. فماذا يكون في يوم عيد؟ مئات من الأسر من أسر المختطفين باتت تعيش محنة الغياب مقابل صلف الميليشيا تحول دين حتى رؤية السجناء والمختطفين، ناهيك عن مكابدات الحياة. أسوأ من ذلك أن هذه القضية باتت ملفا مهملا وغائبا، كما غاب أصحابها في أقبية السجون وعتمة المعتقلات. لا أحد اليوم يذكر بمأساتهم إلا قليل من المنظمات والأصوات المدافعة عن حقوق الإنسان، من بينها رابطة أمهات المختطفين وجزء من الإعلام الذي لا يزال يؤمن بعدالة قضيتهم وقضية الوطن. كيف سيكون العيد إذن؟ عيدهم وأبناؤهم وأقرباؤهم مختطفون بلا ذنب، وأسر تعيش المأساة بلا عائل ولا عيد. لا مسرات عيدية خلف القضبان، ولا طقوس ولا مباهج خلف الجدران الأربعة بالنسبة للذين تم اختطاف وقتهم ولحظاتهم وعيدهم. لا يرون شمس العيد ولا ثياب أطفالهم الملونة ولا الضحكات في اللمة الأسرية على مائدة الطعام. المختطفون المغيبون عن الحياة آناء الليل وأطراف النهار لا يترك السجان لأنفاسهم حرية الانتظام، ولا يترك لهم لحظة عيدية لها علاقة بالهناء تزيح عنهم شيئا من الليالي الباردة والقاسية في سجن لا يلتزم بالحد الأدنى من الأعراف والقوانين. أسر المختطفين هي المعني الأول بهذا الفقد العظيم حين تحيط بها الذكريات من كل الجهات، ذكريات الذين افتقدتهم اللحظات وزوايا البيت وطاولة الطعام، وتفاصيل ضد النسيان حاضرة في ذاكرة الذين يكابدون فراغ الفقدان. لا ينسى العيد أيادي المختطفين التي كانت حاضرة ودافئة بين الأهل والأقارب، كانت تلامس رؤوس الأطفال وتسلم على الأهل سلام العيد، وباتت وحيدة مطروحة في زوايا السجن على خد المختطف أو ماسكة على القضبان. لا تتوقف الأمهات عن النداءات المتكررة لإطلاق سراح المختطفين ظلما في سجون ميليشيا الحوثي، وقضت أغلب الأسر أيام العيد في قلق مضاعف يتلمسون احتياجات المختطفين ومحاولة إدخال الغذاء والكساء إلى سجون محكومة بالمنع والقمع. يعيش المختطفون في سجون الانقلاب أوضاعا صعبة في ظل منع ميليشيا الحوثي السماح لأسر المختطفين بزيارة أبنائهم في السجون أيام العيد، وفي ظل استمرار المداهمات التي تقوم بها الميليشيا والزج بالمزيد من المدنيين إلى المعتقلات. المجتمع الدولي لم يعد يتذكر المعاناة الإنسانية للمختطفين في اليمن، والمبعوث الأممي الذي يتحدث في الآونة الأخيرة عن استئناف المشاورات السياسية أحجم عن إعادة فتح ملف المختطفين مجدداً، فقد كان هذا الملف شرطاً من شروط المشاورات السياسية، ويتم الآن تجاهله على صعيد الخطابات والمباحثات لأسباب يفهمها الراسخون في الصفقات ومنجز التسويات السياسية على حساب حقوق الإنسان وحرياته. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، تنضم معي في هذه الحلقة عبر الأقمار الاصطناعية أم عبد الرحمن، وسيكون معها أيضا آخرون. مساء الخير أم عبد الرحمن
أنت والدة أحد المختطفين، مرحبا بك. مساء النور أم عبد الرحمن، بداية كل عام وأنت بخير. أعرف أن العيد يعني مر ناقص بالنسبة لك، كيف قضيت العيد بعيدا عن ولدك؟ طبعا صعب علينا كان هذه اللحظة، يعني بدل ما يكون عيد رجع عزاء، عندنا كل مناسبات رجع عندنا عزاء، ما حسيناش بفرحة العيد ولا شيء. كم له مختطف ابنك؟ سنتين. يعني سنتين تقريبا، هذا رابع عيد بدونه صح؟ ايوه هذا رابع عيد. ايوه. كم عمره؟ هل هو متزوج معه ابناء ام عاد شاب؟ من تاريخ الاختطاف كان عمره 21، الان عمره 23، طالب في جامعة آزل يعني سنة أولى. اختطف في صنعاء؟ هو مختطف في صنعاء؟ أيوة في صنعاء في شارع هايل. طيب أم عبد الرحمن، يعني طبيعة الحال يعني كما قلت يعني كل مناسبة تمر عليكم تجدد الحزن وتجدد ذكرى الفقد، يعني هل حاولتم زيارته في العيد أم يعني يأستم من موضوع الزيارة؟ إلا نزوره بس في العيد، يوقفوا الزيارة علينا، لكن بغير العيد نزوره. ليش في العيد يوقفوا الزيارات؟ يعني بدل ما هو العكس يسمحوا لكم بزيارتهم في العيد؟ يقولوا إجازة ويمنعوا الزيارة لعاشر العيد. كم لك من آخر مرة شفتيه؟ قد لي سنة. آخر مرة سنة، آخر زيارة؟ أيوة. طيب خلال هذه السنة حاولتي تروحي ويمنعوكي ولا كيف؟ يعني احنا الآن في مكان بعيد منحش في صنعاء، يعني صعب الوصول له، يعني مشقة الطريق والظروف صعبة وكذا، ما حيقدرش يشوفه ويزوره. أيوة. استقرتم يعني في مأرب؟ أيوة الآن. أيوة. طيب يعني كيف بتمر ايامك بدون ولدك يا ام عبد الرحمن؟ يعني حابين توصلي رسالتك للمنظمات الدوليه، لمن يستمع الينا الان، هذه معاناه ام، يعني ليست معاناه سهله، ربما يعني ما تحس بك الا كل ام تستمع لك الان، لكن نتمنى ان يشعر بك يعني من لهم علاقه بهذا الملف ويحاولوا الافراج عن جميع المختطفين. طبعا صعب علينا، صعب جدا جدا، يعني ما اقدرش اوصف لك يعني كيف يمر عندنا اي مناسبة، عيد او غير عيد، يعني حتى الجمعة يعني تذكرنا احنا بو كل ساعة كل ثانية كل دقيقة، ما نقدرش ننسيهم. طيب بتطمنوا عليه؟ صحته جيدة؟ لا سمح الله بيمر بتعذيب؟ كيف الوضع؟ يعني بتعرفي عنه تفاصيل؟ بتسمعي عنه اخبار؟ ايوه طبعا عذب ومنعوا على الزياره ومنعوا عليهم الاكل وطارحين لهم في البدروم، طبعا بالامن السياسي في صنعاء، بين الامراض بين طيب يا ام عبد الرحمن، يعني تحبي توجهي رسالتك لمن بالضبط؟ يعني صوتك حابه انه تسمعوا كثير من المنظمات الدولية، تسمعوا الحكومة الشرعية، يسمعوا من لهم علاقة، يعني قولي يعني بالأشياء اللي بتحسي بها علشان محاولة الإفراج عن ابنك، مشاعرك أنت كأم. بس أوصل صوتي للمنظمات ولرئيس الجمهورية ولكل إنسان له علاقة أنه يخرج على لنا، يطلقوا سراحهم، يعني يقعد لهم سنتين، في من ثلاث من خمس سنين يعذبوا يهانوا. طيب يعني هل في وعود بالافراج عنه؟ ايش اللي طالبين بالضبط؟ هل في تهمه محدده؟ ايش الحكايه يعني ممكن توضحي لنا؟
يعني لفقوا لهم كذا تهم باطله باطله، مره يقولوا التخابر ومره مدري ايش، مع انه صغير يعني جاهل عمره 21 سنه عاد، ولفقوا لهم تهم يعني من قبل الاختطاف من سنتين، من سنه ونص، من اكثر يعني، احداث حصلت قبل تاريخ اختطافه طبعا كان ب 9/9/2016، وندلوا تهم من حصلين من 2014/2015. طيب ابقي معنا يا أم عبد الرحمن، بتكون معنا أيضا أم أحمد وهي متحدثة باسم رابطة أمهات المختطفين من صنعاء عبر الهاتف. مساء الخير أم أحمد. مساء النور وعيدكم سعيد. كل عام وأنتم بخير وعيدكم سعيد، وبإذن تعالى يكون آخر الأعياد بدون أولادكم رابطة أمهات المختطفين. يعني اسمحي لي أن أحييكم تحية شخصية من برنامج المساء اليمني. جهودكم جبارة أم أحمد، جهود رابطة أمهات المختطفين لا يمكن نسيانها أو المرور عليها مرور الكرام. وأود أن أستمع منك كيف مرت اللحظات العيدية والأمهات بدون أولادهن والزوجات بدون أزواجهن، الأبناء بدون أبائهن أيضا. عاشت الكثير من الأسر، إن لم تكن الآلاف من الأسر اليمنية، هذا العيد في قهر وحزن. كثير من الأسر كان لهم هذا هو العيد السادس في غياب مختطفهم، سواء كان الأب أو الزوج أو الابن. الكثير عاشوا في ظروف سيئة لأنهم حتى الآن لا يعلمون هذا المخفي، هل ما زال على قيد الحياة أم لا، في السجون والمعتقلات والأقضية التي زد بهم بها. أنا في هذا الوضع أقول عيد مبارك، عيد مبارك لكل أبنائنا المعتقلين. هو أن يعلم أهلهم أنهم ما زالوا على قيد الحياة. الأسر التي عاشت هذا العيد بقهر وحزن تفاعلت معه الرابطة، وكان لها وقفة احتجاجية طالبت فيها المشايخ والوجهات، يعني يكون لهم دور بحق الأخوة وبحق الإنسانية في المطالبة والضغط من أجل الإفراج عن جميع المعتقلين وجميع المختطفين والمخفيين قسرا. نعم، يعني قمتم بالوقفة أول أيام العيد؟ قبل العيد. قبل العيد مطالبه بان يكون هذا العيد بحضور ابنائنا المختطفين وبالافراج عنهم والسعي للافراج عنهم بدون قيد او شرط، والاسراع في الافراج عنهم حتى يكون هذا العيد عيد للم الشمل بين الاسر وبين ابنائهم المختطفين. طيب هل كان في اي استجابه لهذه الوقفه؟ لم نلحظ استجابه، لكن نحن نامل بان تكون هذه الوقفات هي خطوة من أجل الإفراج عن أبنائنا المختطفين، وخطوة في إيقاظ ضمائر الوجهات والقيادات المجتمعية، أيضا المنظمات الدولية التي طالبناها أيضا بالتدخل وبالضغط على جماعة الحوثي من أجل إطلاق سراح أبنائنا المختطفين في داخل السجون. نعم، إذا يعني إجازة العيد كيف تم قضاؤها أم أحمد، خاصة الكثير من الأسر؟ الزيارات العائلية، التنزه، بالتأكيد يعني وأنت تحدثين عن سادس عيد لبعض الأسر، هناك شيء ناقص، شيء لا يعوض، يعني غياب غير مكتمل حتى، يعني ربما استشهد بعبارة الأم التي قالت الاختطاف أشد قسوة من الموت، يعني ربما من يغيبه الموت يفقد الأمل منه، لكن هكذا أمل معلق شعور يعني صعب، وأيضا شعور بأن هذا الشخص يعذب أو يعني حياته غير طبيعية، شيء مؤلم بالتأكيد. في كثير من الأسر جازة العيد أو قضت يومها في العيد أمام أبواب السجون تطالب بالسماح لهم بزيارة، أسر المخفيين طالبوا بالكشف عن أبنائهم وعن مصير أبنائهم من أمام أبواب السجون، الأطفال ارتدوا ملابس العيد وأخذوا حلوى العيد وذهبوا إلى أمام السجون وهم يأملون أن يسمح لهم بزيارة آبائهم وبالنظر اليهم في هذا اليوم وهم يرتدون ملابس العيد. نعم. ولم تسمح لهم بالزياره، ولم تسمح لهم ايضا بتقديم الحلوى او تقديم جعلة العيد لابائهم المختطفين داخل السجون. نعم، اذا هل ستعود الوقفات الاحتجاجيه بعد العيد؟ وماذا عن يعني انشطتكن القادمه؟ الرابطة لم تتوقف في يوم من الأيام حتى المختطف بإذن الله،
تعمل الرابطة أن يتفاعل معها الجميع، أن يتكاتف معها الجميع، أن تظهر هذه الجهود بشكل ضغط ومناصرة لقضية المختطفين. الرابطة أيضا طالبت المبعوث الأممي بأن يجعل قضية إطلاق المختطفين والمعتقلين خطوة في بناء الثقة، وليست بند من بنود المفاوضات التي يتم تبادلها في جلسات المفاوضات، يعني تكون خطوة استباقية من أجل بناء الثقة بين الأطراف. نعم، يعني نلاحظ أم أحمد أن غياب ورقة المختطفين في مسألة يعني الأمم المتحدة والمفاوضات القادمة، هل غابت فعليا أم يعني أنتن ستحاولن أن تحضر من جديد وبقوة في المشاورات القادمة؟ نحن نريد أن تحضر قضية المختطفين كقضية إنسانية وليست قضية سياسية يتم التفاوض عليها وطرحها على طاولة المفاوضات وتعرضها للابتزازات السياسية. نحن نريدها قضية إنسانية صرفة تتعامل معها الأمم المتحدة وتتعامل معها بقية الهيئات والمنظمات على أنها قضية إنسانية تخص الضمير الإنساني، ويتم إطلاق هؤلاء المختطفين والمحتجزين بدون مسوغ قانوني كخطوة لبناء الثقة بين الأطراف المتنازعة. نعم، إذن شكرا جزيلا لك أم أحمد المتحدثة باسم رابطة أمهات المختطفين، كنت معنا عبر الهاتف من صنعاء. أعود إليك أم عبد الرحمن. أم عبد الرحمن، يعني ستكون هناك مشاورات قادمة وربما يفتح ملف المختطفين، يعني أود منك مرة أخرى أن تضعي رسالتك للمجتمع الدولي، يعني منظمات حقوق الإنسان، كما قالت أم أحمد لا تريدون بالتأكيد التلاعب بملف المختطفين سياسيا، هذا ملف إنساني ويجب أن يبقى إنساني. أيوة، نشتي قضية عيالنا يكون يعني القضية الأولى. تمام، يعني نطالب بالإفراج عن عيالنا يعني بأسرع وقت ممكن. طيب، ويعني كيف ممكن يعني برأيك أنه يوصل صوتكم أكثر أم عبد الرحمن؟ يعني المختطفين الآن، أنت رابع عيد بدون ابنك، بعض الأمهات سادس عيد كما قالت معنا الأخت من رابطة أمهات المختطفين، هل تحس أنكم وحيدين، ما حدش بيتكلم باسمكم، ما حدش واقف معكم، هل بتحسوا هذا الإحساس؟ أيوة، أنا أحس أن إحنا مع يعني ولا أحد بقف معنا ولا شيء، يعني كل لحالنا، يعني نعاني فرق ابننا ونعاني منا، يعني نزحنا خرجنا من بيتنا تشردنا تبهذلنا ولا أحد يعني وقف معنا ولا شيء، ولا أحد مهتم بقضية المختطفين. طيب، يعني أنت الآن في مأرب، ومأرب هي يعني تتبع للحكومة، هل أحد تواصل معكم من الحكومة الشرعية في مسألة وعود على الأقل بالإفراج عن ابنك، بمساعدتكم في النزوح، ملف يعني تبادل الأسرى، يعني إذا هل وضعتم اسمه ليتم التبادل به، كيف يعني تصرفتم في مأرب؟ يعني نحن بذلنا مجهود وقدمنا الملفات حقهم، بس يعني نشوف انه ما همش كذا مهتمين بقضية المختطفين ولا النازحين ولا شيء، يعني تاركين الامر على ما هو. انتم ايش كان سبب نزوحكم من صنعاء ام احمد؟ ام عبد الرحمن عفوا. نحن كان بالبداية يعني كنا في تعز جالسين، ويوم اختطف ابني على أساس إنه كان شي يسافر عندنا البلاد عشان يجي يعيد، مسكنا يوم اختطف إنه يوم الوقفة الصغير، ونحن منتظر له على أساس إنه يوصل يجي يعيد عندنا، وبعدين ما قدرناش نرجع البيت لأنه اقتحموا البيت وأخذوا الفلوس، أخذوا الذهب، أخذوا كل شيء، يعني الأشياء الثمينة كل شيء من البيت، جلسوا مراقبين للبيت لحد يجي لحد كذا، يعني يمسكوا كل واحد يعني يمر على البيت او يقرب من البيت. طيب، بعدما انتقلتم الى مأرب، يعني كيف تدبرتم امركم؟ هل بتحاولوا انكم ترجعوا لصنعاء يعني في مساله السؤال عن ابنك، مراجعه عنه، هل بيتعرضوا لكم؟
نحاول الآن يعني نحاول إني إيش أطلع أزوره أشوفه أشوف يعني أخباره نشتنا أشوف إيش قضيته، أنا أفعله على أساس أفعله محامين نتابع بعده. إذا كان الله في عونك أم عبد الرحمن، يعني وضعكم بالتأكيد صعب، نتمنى أن يجي يعني لن أقول العيد القادم وإنما الأيام القريبة القادمة إلا وابنك معك أنت وجميع أمهات المختطفين. شكرا جزيلا لك أم عبد الرحمن، كنت معنا عبر الأقمار الاصطناعية من مأرب. إذا مشاهدينا الكرام نذهب لفاصل قصير ثم نعود إليكم. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، وتنضم معي الدكتورة ربا جعفر عبر الأقمار الاصطناعية من عدن وهي الناشطة وابنة أحد المختطفين. مساء الخير دكتورة ربا، كل عام وأنت بخير. وأنتم بخير وعافية بإذن الله. أهلا بك ربا. ربا عيد دون أب وعيد بطبيعة الحال غير مكتمل، عايشتي العيد والفقد فكيف كان عيدك؟ حقيقة هذا العيد لا يختلف عن بقية الأعياد التي قضيتها بعيدا عن أسرتي وعن والدي المختطف منذ ما يقارب العامين. عيدنا نحن وأبناء المختطفين جميعا عيد منقوص وفرحة منقوصة لا يمكن أن تكتمل إلا برؤيتهم سالمين غانمين بإذن الله. فيعني لا يمكن أن نقول إلا أن العيد كان عيد ناقص وغير مكتمل، إلا سيكون عيدنا بإذن الله العيد الأكبر في حين تحرير جميع المعتقلين من ضمنهم والدي وكسر قيد الظلم من أيديهم، وبإذن الله سيكون ذلك اليوم قريب بإذن تعالى. ربا يعني كما قلتي مضى عامين على اختطاف والدك، هل استطعتي رؤيته خلال هذه العامين؟ لم أستطع رؤيته أو حتى الاتصال به، بات ممنوع منذ ما يقارب منذ التاريخ الأول لاختطافه. الاتصال ممنوع وحتى رؤيتهم ممنوعة، ليس علي فحسب ولكن على جميع الأهل والأحبة. يعني وضعوه في زنزانة مفردة ولا نسمع أخباره إلا من بعض من يخرج من المعتقل، أما غير ذلك فلا يمكن. طيب ممكن تحكي لنا كيف اختطف، من أين، ما التهمة التي وجهت له؟ حقيقة الأمر يعني كانت قصة لا يمكن لأحد توقعها أو حتى لا تمر على عقل بشر. حقيقة اعتقالي كانت حملة مداهمة جماعية من عدد من المصفحات وعدد من الأطقم وعدد من المسلحين، جاءت إلى المنطقة، طوقت المنطقة بحصار مطبق عليها، داهمت المنزل وأطلقت الرصاص المباشر على والدي مما أدى إلى إصابته في إحدى ركبتيه. تم اقتياده بعد ذلك إلى جهة مجهولة مع استمرار حملة الحصار على المنزل وعلى المنطقة من الساعة السادسة مساء إلى الساعة الحادية عشرة والرصاص ما زالت تطلق على حوش المنزل وعلى المنطقة بشكل كامل. أيضا تمت مداهمة جماعية لتلك المنطقة واعتقل أكثر من 24 شخص آخر إضافة إلى الوالد. كان يوما مرعب للمنطقة بشكل كامل ولمنزلنا الذي كان لا يخلو من الأطفال والنساء وليس لديهم أي شخص آخر. نفذوا بحمد الله من مكانهم ولكن بقى الوالد نازفا بدمائه إلى أن تم اقتياده إلى مستشفى، ثم بعد ذلك انقطع التواصل به إلى حد اللحظة. طيب ربا يعني بمتابعتكم بطبيعة الحال أكيد عرفتم ما هي التهم الموجهة لهم، يعني ما الذي قيل عن والدك، لما تمت المداهمة ولما تم يعني الاختطاف بهذا الشكل؟ التهم التي وجهت للوالد
التهم التي وجهت للوالد هي كبقية التهم التي يلفقونها ويتم إلباسها لكل مختطف في مختطفاتهم، ليست تهم جديدة بأنه بحق بقولهم داعشي، ويعني تلك التهم التي فصلوها تفصول، يعني مثل ما نقول فصلوها تفصول عشان يلبسوها للمتهم نفسه. فكانت التهمة الحقيقية للوالد يعني هو أنه فقط تربوي، قام بتدريس أجيال وتعليمهم، والمعترف عندنا بأن السلالة الحوثيين بشكل كامل يعني عندهم عدوهم العلم، فيعني يحاربون ذلك بما كل ما أوتوا من قوة. فكانت الوالد هو يعني مثل ما نقول هو المدرس والأستاذ للأجيال، مربي الأجيال، فكانت تلك هي النقطة الأساسية التي يحاربون من أجلها، ولكن تحت تهم مختلفة وتحت غطاء آخر بحق قولهم بأنه يكتب على المقاومة أو يكتب على الحوثيين أو يكتب على ذلك، مع أن الحقيقة هي يعني مخالفتهم بالرأي بالأول والأخير. نعم، ربما أنا أتابع نشاطك في الحقيقة وأنا معجبة كثيرا بشخصيتك وبقوتك، يعني لم تنكسري باختطاف والدك، على العكس أثبتي أنك قوية وأنه يعني ربى فيك الفتاة التي يأمل كل أب أن تكون ابنته بنفس قوتك وبنفس عنفوانك. نشاطك لم يقل، أنت كنت حتى في السابق قبل اختطاف والدك مواظبة في المستشفى، تصورين بكاميرتك الكثير من الحالات التي تصل، لم تنكسر لا كاميرتك ولا شوكة إرادتك، يعني مواصلة درب المقاومة كما يعني رباك والدك. من أين استمديت هذه القوة؟ كيف استطعت أن يعني تبثي رسالتك دون أن يكسرك اختطاف أبيك أو غيابه عنك وتشجيعه لك؟ بالبداية أشكر ثقتك أستاذة آسيا وأشكر ثقة الجميع. حقيقة يعني الشيء الذي يمدنا قوة بعد الله سبحانه وتعالى هو إيماننا بالقضية وإيماننا بحب الوطن، وأن هذا الوطن الذي فقدنا من أجله أحبة وزملاء وأصدقاء قادرين على أن يعني ما زلنا صامدين لأجل أن نواصل قضيتهم. يعني والدي المختطف في سجن الميليشيات هو كانت تهمته الأولى بأنهم على الوطن، ونحن بذلك لابد أن نواصل دربه حتى وإن كان خلف السجون، فهو لم يربينا على الانكسار أو الذل أو الضعف بيوم من الأيام، على عكس ذلك أنا استمد قوتي من يعني بعد الله سبحانه وتعالى من خلال تربيته لنا منذ الوهلة الأولى، منذ صرخة ميلادي الأولى، وأنا أسمعه يتحدث عن الوطن، يتحدث عن الشعب، عن يعني محاربة العدو، محاربة الظلم أينما كان. فهذه الأشياء حتى وإن كان بعيد عنا أو حتى إن كان خلف السجون ويتعرض لسطو الجلاد وقسوته وظلمه وتعذيبه، إلا أن القضية التي خرجنا من أجلها هي أكبر مني ومن الجميع، القضية تستحق تضحية أكثر. هذا ما كان يعلمني ويربيه عليه والدي، وهذا الشيء الذي لم يجعلني أنكسر، لأن والدي بيوم من الأيام أخبرني بأنه لا يريد أن يراني منكسرة. فأنا استمد قوتي من الله سبحانه وتعالى ثم منه. طيب ربا يعني أحييك مرة أخرى وأود أن أسألك، الأخبار التي تصلكم عن أبيك، هل تماثل للشفاء؟ هل يعذب؟ يعني ما هي أوضاعه بالضبط؟ حقيقة الأخبار التي تتوالى إلينا من سواء من الأصدقاء أو من الأعداء، هي يعني من الأعداء توصل لنا أخبار موترة بأن حالته تدهورت وأن حالته يعني مثل ما يقال حرب نفسية، والأخبار التي توصل من الأصدقاء بأنه على ما يرام يعني أخبار تطمينية، وبكلتا الحالتين نحن لا نعلم الحقيقة، حتى مهما بادر الصديق بتطميننا إلا أننا لا نعلم هل حقيقة ما يقوله أم أن حالته تزداد سوء، خصوصا أنه في الفترة الأخيرة تعرض لتعذيب كثير على حسب ما قاله البعض من أصحاب المنطقة بحكم أنه جريح في إحدى ركبتيه، فلا نعلم الحقيقة المرة أو الحقيقة لا نعلم ذلك، غير أننا فقدناه في تاريخ 24 من 8 في 2016 إلى هذه اللحظة لم نستطع التواصل معه. نعم، إذا ربا إبخي معنا، سينضم معنا عبر الهاتف الأستاذ توفيق الحميدي مسؤول الرصد بمنظمة سام للحقوق والحريات من النمسا. مساء الخير أستاذ توفيق.
مساء النور لك ولضيفك ضيفتك ولجميع مشاهديكم الكرام، ونحب أن نستغل هذه المناسبة ونتقدم بأطيب آيات التهاني للشعب اليمني والمعتقلين على وجه الخصوص وأهليهم بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وكل عام وأنت بخير أستاذ توفيق. وأنا أود أن نتحدث عن ملف المختطفين كواحد من أهم الملفات التي يجب، أو ملف الانتهاكات في اليمن. برأيك هل ما يزال هناك اهتمام بهذا الملف من قبل المجتمع الدولي؟ يعني المبعوث الأممي لا يتحدث عن هذا الملف، هناك آلاف من قصص المختطفين في سجون الانقلاب ولا نجد أن هناك اهتمام كبير بهذا الملف. هذا حقيقة الأمر، ملف المعتقلين هو أعتقد من أهم الملفات الرئيسية والشائكة اليوم. لا يمكن الحديث عن أي تسوية سياسية أو العبور إلى حل التوافق بين الأطراف بدون الحديث عن ملف المعتقلين، لكن يبدو أن ملف المعتقلين يواجه إشكالية في آلية التنفيذ وفي طريقة الحل. اليوم على المستوى السياسي ومستوى الأطراف الرئيسية المتقاتلة في اليمن، ويبدو أن انعدام الثقة هو يعني أحد العوائق بالدرجة الأساسية التي تحول دون التوصل إلى صيغة عملية لحل مثل هذا الملف، وعدم وجود، وبالتالي لم يستطيعوا أن يفصلوا بين الملف السياسي والملف المعتقلين كملف إنساني. لكن من الناحية الثانية هنالك مبادرات نستطيع أن نسميها مجتمعية تدار في الكواليس بعيد عن الأطر السياسية، استطاعت أو تستطيع بين الفينة والأخرى أنها تحدث ثقب في هذا الجدار الصامت من خلال الإفراج عن بعض المعتقلين من خلال صفقات تبادل أسرى، وإن كانت هذه الصفقات ليست المأمولة، خاصة أن كثير من المعتقلين اليوم في السجون اعتقلوا لأسباب سياسية ومدنية بعيد عن الأهداف العسكرية، لكنها تغلب الجانب الإنساني بالدرجة الأولى وتتم كثير من الصفقات. أعتقد آخرها كان قبل يومين أو 3 أيام بالإفراج عن 16 معتقل من سجون العاصمة صنعاء. نعم، إذا أستاذ توفيق، يعني الإشكالية هي أن هناك قصص مفزعة للتعذيب الذي يتلقاه هؤلاء المختطفين، والتي يستمع إليها أهالي المختطفين بحزن بالغ، يعني ولا يستطيعون حياله أي شيء، تتدهور صحة الكثير من هؤلاء المغيبين خلف السجون. ألم تصل مثل هذه القصص إلى العالم الدولي، خاصة أن هناك من يخرج بصفقة تبادل وهو يعني قاب قوسين أو أدنى من الموت، وبعضهم خرج ميتا بالفعل؟ يعني أين وصل هذا الملف، مسألة تعذيب أيضا المختطفين؟ ولنكون واضحين أن ملف المعتقلين ملف له أوجه متعددة. أنا أعتقد أن ملف المعتقلين كأشخاص حظي باهتمام كبير لا نبالغ في هذا الأمر. تم رصد كثير من قضايا التعذيب، تم رصد كثير أعتقد من قضايا المعتقلين الموجودين في السجون، معاناتهم، ما يتعرضون له، تم الكشف عن كثير من السجون السرية، طريقة التعامل معه. لكن للأسف الشديد هنالك وجه آخر، وهو آثار التعذيب وآثار الاعتقال، اللي الانعكاسات السلبية على الأسرة سواء النساء والأطفال. هذا الجانب لم يحظى بالاهتمام الكافي للأسف الشديد، لم تحضر هذه القصص بقوة إلا نادرا. نحن في منظمة سام سيكون لنا تقرير مع بداية عام 2009 سيتحدث جزء كبير منه عن معاناة الأسر وجزء كبير منه عن معاناة أطفال المعتقلين، بحيث نريد أن نظهر جزء من الزاوية المظلمة التي لا يراها كثير من الناس. هنالك كثير من الأطفال تم الزج بهم إلى سوق العمل بسبب اعتقال آبائهم، هناك كثير من البنات لم يستطعن مواصلة الدراسة سواء الجامعية أو المدرسية بسبب اعتقال آبائهم، هنالك أيضا أطفال حرموا حتى من العلاج الذي من المفترض أن يتعاطوا ويحصلوا عليه بسبب أن آبائهم اعتقلوا، كثير من النساء
أجبرن على أن يخرجن إلى السوق للعمل بأجر زهيد لأن أزواجهن معتقلين. نعم، وهذا وجه مظلم. نعم أستاذ توفيق، وأيضا يعني لم يسلط فعلا الضوء عليه. اسمح لي أن أعود لضيفتي عبر الأقمار الصناعية روبا. روبا، يعني كثير من الوجع تحمله هذه الأسر، برأيك هل تستوعب أو تعي المنظمات الدولية والمجتمع الدولي ما تعاني هذه الأسر بسبب هذا الغياب؟ يعني كيف وجدت اهتمام المنظمات الدولية بملف المختطفين؟ لا أعتقد إلى الآن بأن أي منظمة أو أي جهات معنية بادرت بوضع حلول عامة للمختطفين في سجونهم أو لأسرهم، لأن إلى الآن مجرد كل الأشياء التي توصل هي مجرد رصد عام للمختطفين أو لأسرهم، وغير أن الواقع يحكي شيئا آخر، هو أن المختطفين ما زالوا في سجونهم وأن عائلاتهم ما زالت تعاني من حرمان آبائهم، من حرمانهم لإخوانهم في المعتقلات الحوثيين. إلى الآن لم يضع حل للحد من الاختطاف، ما زالت إلى هذه اللحظة الميليشيات تمارس الاختطاف من النقاط، من الأماكن العامة، من كل شيء لتملأ سجونها بالمختطفين، وفوق ذلك تقايضهم بأنهم أسرى حرب، يعني هم يختطفونهم كمدنيين ويدخلونهم ضمن صفقات الأسرى. فهذا بحق يعني يفترض على المنظمات أن تنظر إلى هذه النقطة كثيرا، وأن تحد حتى على الأقل من العدد المتزايد في كل لحظة. نعم، إذا أعود إليك أستاذ توفيق. أستاذ توفيق، مثلا حالة كحالة روبا جعفر والتي اختطف والدها بلا تهمة حقيقية، لكن الموجع في الأمر يعني أنه خلال عامين لم يستمعوا لصوته، لم يستطيعوا رؤيته. مسألة يعني حق الأسرة في رؤية هذا المختطف، في رؤية في سماع صوته، في معرفة أخباره، يعني كيف يمكن توصيفه قانونيا؟ لا، أنا أعتقد أن سواء القانون اليمني المحلي أو القانون الدولي بشكل كامل، هو سواء خاصة الاتفاقيات المتعلقة باتفاقية جنيف ضمنت هذا الحق، ويجب أن يعامل أي معتقل أثناء الحرب سواء كان مدنيا أو عسكريا، يجب أن يعامل المعاملة اللائقة به، ويجب أن يحصل على كافة حقوقه. لكن نحن اليوم في اليمن نعيش وضعا استثنائيا، بمعنى أننا أمام جماعة لا تعترف بالدولة كدولة، لا بالقانون لا بالاتفاقيات الدولية، وتتحرك خارج مسار التاريخ القانوني بأكمله للأسف الشديد. وبالتالي هذه إشكالية اليوم، هذه المنظمات أو هذه الجماعة لا تصغى للأسف الشديد لكثير من المنظمات، حتى القضاء اليوم، القضاء مختطف، حتى لو استطعنا أن نقول يجب التحرك لدى الجهات القضائية من أجل إلزام مثل هذه الجماعة على أن توفر أو تضمن الحقوق القانونية للمعتقل، أيضا القضاء هو في حقيقة الأمر أحد أدواتها، ورأينا كثير من أحكام الإعدام المتعلقة بقضايا سياسية والتخابر إلى غير ذلك، واليوم في محاكمات تسير في صنعاء لمدنيين، والجميع أعتقد راقب مثل هذه المحاكمات. اليوم المنظمات الكبرى القادرة على الضغط، على سبيل المثال منظمة الصليب الأحمر الدولية قادرة في هذا الجانب، مع ذلك لم تحقق الشيء الكثير على المستوى اليمني. إذن الإشكالية، هنالك إشكالية اليوم، المنظمات لا تمتلك سلطة قوية على الميليشيات أو حتى على الأطراف الموجودة في الجنوب. اليوم ملف المعتقلين نحن نقول بكل وضوح لا يمكن حلحلة هذا الملف إلا بإرادة سياسية قوية. إذا لم يكن هنالك إرادة سياسية قوية، أنا أعتقد أن هذا الملف سيطول للأسف الشديد. المنظمات اليوم نحن غير راضين عن عملية التبادل التي تتم بين أطراف مدنيين وأطراف عسكريين من قبل أو مقاتلين من قبل جماعة الحوثي، لكن يظل هذا المتاح من الناحية الإنسانية، يظل هذا المتاح من الناحية الإنسانية من أجل الإفراج عن هؤلاء الناس، لكن من الناحية العملية والقانونية هو غير قانوني وغير مبرر. لكن ماذا يصنع الناس؟ يريدون اليوم قدر الإمكان أن يخفف عن هؤلاء ويعودون إلى أهاليهم، لأن الوضع في اليمن وضع كثير 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 التعقيد، لا يستطيع أي جهة أو منظمة العمل فيما لم توجد إرادة سياسية محلية ودولية لحل هذه القضية.
نعم، إذن شكرا جزيلا لك أستاذ توفيق الحميدي مسؤول الرصد بمنظمة سام للحقوق والحريات، كنت معنا عبر الهاتف من النمسا. عودة إليك ربا. ربا، يعني ما الذي تفكرون يعني بالقيام به، خاصة يعني هناك رابطة أمهات المختطفين والتي تقيم الوقفات وتلو الوقفات، أنت وأسرتك وكثير من تم اختطاف يعني أرباب أسرهم، ما الذي يعني تفكرون القيام به؟ حقيقة نحن كلما حاولنا أن نضغط عليهم سواء إعلاميا أو بشيء آخر لاحظنا بأنه يتم يعني الضغط على المختطفين بشكل أكبر، فتوجيه أو التسليط الإعلامي على مختطف معين أو يعني أو قضية المختطفين بشكل كامل تعرقلهم في سجون ويزيد تزيد ميليشيات من الضغط عليهم، كما قال الأستاذ أنهم جماعة خارجة عن إطار القانون، لا يعني لا تعي ولا تفكر بما تفعل، فالتسليط الضوء عليهم أكثر سيعرضهم لكثير من الضغط إلى فوق الضغط اللي حاصل عليهم إلى الآن. أنا يعني من وجهة نظري أرى أن نتوجه إلى الجهات المعنية رأسا وأن نتحدث إليهم كمنظمة الصليب الأحمر وكالجهات السلطات المحلية. هل حاولت التخاطب مع هذه الجهات المعنية؟ نعم حاولت ولكن بالنسبة لقضية الوالد فيها يعني بعض من التمسك في من جهته باعتباره يعني أنهم أدرجوه كأسير حرب، فكانت العراقيل الآن عليه زائد، يعني هم يعتقلونهم كمعتقلين مدنيين وفي النهاية يدرجونهم ضمن أسرى الحروب، ويعني يكون مثلما يعني يمشي عليه قانون أسر الحروب وهو الصفقات والتي كل مرة يتم عرقلتها وكل مرة يتم الوعود وإخفاق الصفقة من قبل المعنيين في الجانب الآخر اللي هو الحوثي. فلذلك يعني حتى وإن قمنا بشكل فردي بمتابعة بعض المنظمات وبعض الجهات المعنية كجانب إعلامي أوصلنا قضيته، ولكن كجانب حقوقي أو كجانب ضغط يعني لم تصل قضيته للجهات المعنية بشكل أكبر. نريد الجهات المعنية مثل الشرعية، حكومتنا في الشرعية وحكومة السلطات المحلية في تعز وفي اليمن عموما أن تلتفت لهذه القضية، لأنها هي المسؤول الأول عن ذلك، وهم اعتقلوا بحكم أنهم يدافعوا عن الشرعية وأنهم يكتبوا مع الشرعية، فهي المخولة بالحديث قبل أن نتحدث إلى المنظمات، يعني هذا دورهم هم. نعم، إذن يعني في نصف دقيقة ربا، ما هي رسالتك التي تحبين توجيهها ولمن تريدين توجيه هذه الرسالة؟ أولا رسالتي إلى الوالد من خلف قضبان السجون، أقول له اطمئن فنحن بخير، وكما تركتنا نحن لم نزداد إلا قوة بفضل الله تعالى ثم بفضلك، فلتطمئن علينا ولا تقلق من خلف سجونك. ورسالتي إلى السلطة المحلية في تعز بأن تلتفت إلى قضية المعتقلين وتجعلها القضية الأولى من بين جميع القضايا، كونها ليس المختطف وحده من يعاني، يعني المختطف وأسرته وأولاده يعني قد يكون المختطف هو العائل الوحيد لهذه الأسرة ومع ذلك اعتقل، يعني السلطات المحلية أكثر إدراكا بهذا الشيء وأوصلنا قضيتهم إليهم، ولكن لا أعلم من أين التقاعس. ثاني شيء إلى حكومة الشرعية إن لم تقدم خدمة لهؤلاء المختطفين فمتى ستقدم لهم خدمتها؟ يعني هم ينتظرون إلى أن يموت المختطف في سجونه لكي يصلوا عليه صلاة الغائب، حتى جثته لا يقدرون على أن يخرجوها من سجونهم إلا بعد يومين أو ثلاث كما حصل مع المختطفين الأولين. يعني رسالتي بأن نناشد جميع المعنيين وجميع الجهات المختصة بأن تنقذهم من تحت سياط التعذيب قبل أن نفقد أرواحهم وقبل أن يدخلوا في حالات نفسية أو ما شابه ذلك. ورسالتي إلى المنظمات أن تكون هي والشرعية والجهات السلطات المحلية يدا واحدة، ونحن سنكون معهم وهم معنا في سبيل إخراج المعتقلين من سجونهم قبل أن نفقد حياتهم. نعم، إذن إلى الأبد. نعم، شكرا جزيلا لك ولوجودك معنا دكتورة ربا جعفر،
عبر الأقمار الاصطناعية الناشطة ابنة أحد المختطفين من عدن. أقدر لك وجودك معنا رغم مجيئك من السفر متعبة ومرهقة، لكنك أصرت على الظهور لإيصال رسالتك. أشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام، لن ألتقيكم في مساء يمني جديد في الأسبوع المقبل. كونوا برعاية الله وبركاته.